فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لدراسة الفرائض، هل يكفي في ذلك حفظ الرحبية مع قراءة كتاب وشرح لها؟ هل يكفي؟ لا، ما يكفي، لازم من مدرس، لازم من مدرس، ما تأخذها من الرحبية ما تفهمها إلا مدرس. تمارين أيضا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.